هاد المباراة بحال المباراة الاخرى مهم حتى هي مهمة بزاف بحال اللي قلت لي بغينا نربحو باش نكون اول فرقة ربحت كل ماتشات في كواليفيكاسيون هي ان شاء الله غدا نكونوا واجدين ونربحوا الماتش. الحمد لله فرحان بزاف كتعرفوني كنبغي نلعب المنتخب هذه اول حاجة كانت مدة طويلة كانت بلسير كبير كي بحال قلت الحمد لله رجعت وفرحان بزاف معكم مع الفرقة وثاني وان شاء الله نبقى معكم. الحمد لله دبرنا التأهل بحكم اننا بلد مستضيف وهذه مباراة اعدادية لينا باش نزيدوا في الانسجام ونشتغلوا على نقاط القوة ديالنا ونحسنوا من السلبيات ديالنا. نتمنى ان شاء الله المقابله ديال غد تمشي في داك الشيء في منو اللي بغينا ومنو اللي بغى المدرب. نتمنى حق واحد النتيجه ايجابيه اللي ترضينا وترضي الجماهير المغربيه. الاجواء عائليه اخويه بيناتنا الحمد لله اللي كيعطيه الناخب الوطني القميص كيبغي يقدم كل ما عنده في صالح المجموعه هذا هو المهم. ونتمنى ان شاء الله تبقى هاد الشيء بيناتنا مجموعين هاد الشيء كيبقى في صالح النخبه الوطنيه. نتمنى ان شاء الله هاد الشيء يترجم هذا الواقع المباراه ديال غد وان شاء الله لما نفوزوا اداء ونتيجه.